درس اليوم هو المصادر، وهو درس موجه لتلاميذ السنه الاولى بكالوريا علوم. بالنسبه لهذا الدرس، درس المصادر، تعريف المصادر. بالنسبه للمصدر الاصلي هو ما دل على معنى مجرد من الزمن، ولانه مجرد فهو اصل جميع المشتقات، ومعلوم ان المشتقات 10 يعني بدون احتساب المصدر، غير مبدوء بميم زائده او مختوم بياء مشدده زائده بعدها تاء تانيث مربوطه. وبالنسبه بعد هذا التعريف، بالنسبه للمصادر، المصادر نوعان، عندنا مصادر الثلاثي ومصادر غير الثلاثي. بالنسبه لمصادر الثلاثي، هي مصادر سماعيه، معنى انها غير قياسيه. مثلا نقول مثلا فعل، وزن فعل، هذا الوزن ممكن ان نستخرج منه مجموعه من الاوزان في المصدر. مثلا فعل ذهب على وزن فعل، مصدرها ذهاب على وزن فعال. مثلا كتب ثلاثي كتابه على وزن فعاله. مثلا قفز قفزة أو قفز على وزن فعل. عندنا مثلا وهب هبة، وهكذا. نلاحظ أن هذا الوزن، مثلا الفعل الذي على وزن فعل بمعنى مفتوح العين، يمكن أن نجد فيه مصادر كثيرة بأوزان مختلفة، ولذلك سمي مصدر سماعي، عكس المصادر غير ثلاثية التي يعني هي مصادر قياسية. مثلا من الثلاثي كاين الوزن الأول هو الرباعي، الرباعي، وفيه أوزان عديدة. مثلا المزيد بالهمزة كقولنا مثلا أفعل، مثل أقبل. وزنها مصدرها إقبال على وزن إفعال. مثلا أدخل إدخال، أخرج إخراج، أمسك إمساك. مثلا أودع إيداع، وهكذا. وممكن مثلا المزيد بألف مشاركة، مثلا فاعل، مزيد بالألف. المصدر منه فاعل، مفاعلة، وفعال. نقول مثلا قاتل مقاتلة وقتال، لاكم ملاكمة. بعض الأوزان، بعض الأفعال مثلا على وزن فاعل، يمكن أن تكون له في مصدره صيغتان، مفاعل وفعال، كما قلنا قاتل قتال، لاكم ملاكمة، ناول مناولة، سائل مساءلة، وهكذا. بالنسبة لكي الوزن آخر فعل، مضعف العين، مزيد بالتضعيف، تضعيف العين. فعل نقول فعل تفعيل. لاحظوا قلنا بأن مصادر الرباعي قياسية، كل وزن، كل فعل على وزن فعل مصدره تفعيل. مثلا نقول قدس تقديس، كبر تكبير، دبح تدبيح، قتل تقتيل، وهكذا. كاين المزيد الآخر هو المزيد بالتضعيف، مثلا فعلل، مزيد بالتضعيف. نقول فعلل على وزن فعللة وفعلال. نقول مثلا زلزل، زلزلة وزلزال. ونقول مثلا دحرج، دحرجة، بلبلة، بلبلة، زقزقة، زقزقة، دردبة، دردبة، إلى غير ذلك. هناك أوزان كثيرة. بالنسبة للوزن الآخر هو الخماسي، معذرة، الوزن الآخر الخماسي. بالنسبة للخماسي عندنا في بالنسبة للخماسي كاين أوزان، أربعة أوزان. عندنا أول وزن هو تفعل، نلاحظ أن تفعل مزيد بالتاء والتضعيف،
لأن أصل الفعل هو الفاء والعين واللام. نلاحظ أن عينه مضاعفة ومزيد بالتاء. تفعل مصدر هو تفعل. إذن نقول تقدس تقدس تكدس تكدس وهكذا. عندنا المزيد الآخر هو المزيد بالألف والنون، مثلا إن فعل. واحد مزيد بالألف والنون، والأصل في الفعل الفاء والعين واللام. إن فعل انفعال. لاحظوا بأن النون غير أصلية، هي حرف زيادة. نقول انطلق انطلاق، انكسر انكسار، انهزم انهزام، وهكذا. كلها أوزان قياسية. ثم عندنا افترى افتعل. عندنا افتعل افتعل مزيد بالألف والتاء. افتعال. لاحظ أن هناك إذا قارنا بين هذا الوزن وهذا، بالنسبة لانفعال النون حرف زيادة، بالنسبة هنا بدينا بالفاء لأن الفاء أصلية. افتعل افتعال. نشوفوا أفعال فيهم الفاء أصلية. نقول مثلا افترق. نقول مثلا افترق. ثلاثي ثلاثي هذا هو الفعل، هو فرق. إذا نلاحظ أن الألف والتاء حروف زيادة. إذن إذا أردنا الوزن تعطينا افتراق. لاحظ إذن مزيد بالألف والتاء تعطينا افتراق على وزن افتعال. وهكذا عندنا تفعلل مزيد بالتاء والتضعيف. تفعلل تفعلل مزيد بالتاء والتضعيف. المصدر من وزن تفعلل هو تفعلل. تفعلل. إذا نقول مثلا تدحرج تدحرج، تزلزل تزلزل، تدردب تدردب، تزقزق تزقزق، وهكذا. بالنسبة للوزن الأخير هو السداسي. حاول ندير السداسي هنا. السداسي وفيه وزن واحد، هو المزيد بالألف والسين والتاء. نقول استفعل استفعل مزيد بالألف والسين والتاء. أصل الفعل الفاء والعين واللام. نقول مثلا استفعال. وقلنا بأن هذه الأوزان قياسية، كل وزن كل صيغة على وزن استفعال مصدرها استفعال، يكون على صيغة استفعال. استخرج استخراج. استنبط استنباط. استدرك استدراك. وهكذا. بالنسبة كاين واحد الوزن آخر، يعني واحد الحالة، هو الفعل المعتل المزيد بالألف والسين والتاء. مثلا استعاد. نلاحظ أن استعاد مزيد بالألف والسين والتاء. الأصل في هذا الفعل هو عاد، ولكن هذا الفعل هذا فعل معتل، يعني فعل أجوف مزيد بالألف. بالنسبة لهذا المصدر هذا كيعطينا مصدر ديال استعادة. نلاحظ أن هذا الوزن هذا صعب أن نجد مثلا أن نقيسه على استفعال. الذي حدث بالنسبة لهذا أنه تحذف ألف الاستفعال استعادة، يعني تحذف ألف الاستفعال تحذف من هنا، وتعوض بتاء في آخر الأجوف، تعوض بهذه التاء. عوض استفعال كنقولوا استعادة لأنه معتل العين. نلاحظ أن هنا الألف قبل اللام، بالنسبة هنا الألف جاءت بعد الدال والتاء. إذن هذه الألف ديال
الاستفعال عوضت بهذا التاء ديال التأنيث. اما هذه الالف هذه راه فهي الف اصليه، عكس استخراج، هذه الالف ليست اصليه. بالنسبه لهذه في استعاده، هذه الف اصليه عاده. اذا الالف توالي الفين عوض بها التاء تسمى تاء التأنيث. اذا كان شي اسئله ممكن ان وفي نهاية درسنا درس المصادر نربط لكم موعدا إن شاء الله مع الدرس القادم، ودرس النسبة في إطار السلسلة الموجهة إلى تلاميذ سنة أولى بكالوريا علوم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.